أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم في هذا المقطع سوف نشرح لكم ما هو العمر المناسب لتزاوج طيور البادجي، وما هي علامات البلوغ أيضا عند طيور البادجي، لأن الكثير طلب مني شرح عن هذا الموضوع. طبعا العمر المناسب لطيور البادجي هو 8 أشهر إلى عمر سنة. يعني إذا الطير وصل عمر 8 أشهر وإلى عمر سنة فهذا هو أفضل عمر لتزاوج طيور البادجي. طبعا سوف نلاحظ أن أغلب طيور البادجي تتزاوج في عمر 4 أو 6 أشهر. هذه الطيور يحصل عندها بلوغ مبكر فتتزاوج بعمر صغير، ولكن أنصح أي مربي مهتم بالتربية والإنتاج لا أنصح أن يزاوج الطيور بهذا العمر، لأن الطيور تكون في عمر صغير. يعني إذا لاحظت أن الطيور تتزاوج بعمر 4 شهور أو عمر 5 شهور أو عمر 6 شهور، الأفضل أن نعزلها عن التزاوج، لأن الطيور ما زالت في عمر صغير، وهذا العمر لا غير مناسب للتزاوج. أولا لأن الطير يكون في هذا العمر لا يستطيع أن يلقح الأنثى بشكل جيد، وأيضا يكون الطير حجم الطير صغير، وعند التزاوج كثرة التزاوج فإن الطير لا جسم الطير لا ينمو بشكل جيد، يعني يتوقف النمو عند الطير الذي يتزاوج بعمر صغير. فالأفضل هو تزاوج الطيور في عمر 8 شهور إلى عمر سنة. يعني إذا كانت الطيور بعمر 8 أشهر أو 9 أشهر، 10 11 12 شهر، هذه أفضل أعمار لتزاوج طيور البادجي، والإنتاج يكون في هذا العمر، التزاوج في هذا العمر يكون الإنتاج جيد. طبعا عند بلوغ طيور البادجي فيمكن أن نتعرف على علامات البلوغ في طيور البادجي. يوجد علامات في جسم الطير، وأيضا يوجد علامات في حركات الطير، ممكن أن نعرف أن الطير في سن البلوغ. أولا سوف نبدأ بالعلامات التي تظهر على جسم الطير، العلامات البلوغ مثل حجم الطير. نلاحظ أن الطير حجمه كبير، يعني مقارنة بالطيور الصغيرة، وأيضا اختفاء خطوط الرأس. لاحظ الذكر ركزوا جيدا في رأس الذكر، نلاحظ أن الخطوط مختفية، وأيضا ركزوا على لون الكير، لون الكير يكون غامق بعكس الطيور الصغيرة، وأيضا ركزوا على حجم الطير. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. هذا ذكر بعمر مناسب جدا للتزاوج. والأنثى، هذه الأنثى أيضا، هذا لون الكير، لاحظوا لون الكير عند الأنثى البالغة يكون بني فاتح أو لون بيج، وأيضا حجم الأنثى واختفاء خطوط الرأس. طبعا بعض الإناث يكون لون الكير بني غامق أو بني مثل هذه الأنثى. وهذه الأنثى، طبعا هذه الأنثى بالغة وهذه الأنثى بالغة،
كلهم في عمر التزاوج. ملاحظة أن لون اللون البني لا يظهر عند جميع الإناث، إناث الباجي، أو يظهر مثلا في بعد عشين 3 عشاش، عندما تضع الأنثى البيض في عش الأول أو الثاني أو الثالث يظهر هذا اللون، وبعض الإناث لا يظهر هذا اللون نهائيا. هذه ملاحظة مهمة، لأن الكثير من مربي طيور الباجي ينتظر ظهور اللون البني، يعني إذا لم يظهر اللون البني يفتكر أن الأنثى ليست جاهزة للتزاوج ولم تصل إلى سن البلوغ. ومن علامات العلامات الحركة عند الطيور التي تدل على أن الطيور الباجي أصبحت بالغة، هو ملاحقة الذكر للأنثى ودخول الأنثى إلى العش، ونلاحظ أن الأنثى تقوم بنقر العش كثيرا، ونلاحظ أن الذكر يلاحق الأنثى كثيرا ويختار أنثى، سبحان الله، يختار أنثى ويقوم بحمايتها، ونلاحظ أن الذكر يطلب التزاوج من الأنثى. هذه الحركات تدل على أن الطيور أصبحت جاهزة. الآن سوف نعرض لكم بعض المقاطع التي تدل على الإناث والذكور الجاهزة، وأيضا الحركات التي تقوم الطيور بعملها عندما تكون بالغة، مثل ملاحقة الذكر للأنثى وغيرها. تابعوا باقي المقطع.